ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السور، هنتكلم النهارده على توقعات العاطفيه خلال شهر اكتوبر لعام 2022. مبدئيا كده برج السور احنا هيكون عندنا الوضع العاطفي كتير من المصالحات، يعني هتبقى عايز ان انت تصلح علاقتك العاطفيه او تصلح ما حدث فيك من علاقه عاطفيه. يعني ايه؟ يعني عندك علاقه عاطفيه هتحس كتير ان انت اخطأت في ان انت تباعدت عن هذا الشخص، فيكون عندك انك انت تقول لا انا عايز اقرب، فتبقى بتتخذ خطوة التقارب، خطوة ان انت تصلح العلاقة. الجزء الاخر ان انت هتحس في بعض الاشخاص من برج السور اللي هيحسوا ان هم اتظلموا من علاقة تحملوا فيها الكثير، اتوجعوا جدا، فهيكون عندهم فكرة او اسلوب اني عايز اخرج من العلاقة دي شخص قوي، عايز اقوي نفسي، عايزة ابص لنفسي، عايزة اهتم لذاتي جدا، مش عايزة اخسر ومش عايز حد يشمت فيا. فهتبقى عايز تبني نفسك وتجدد من نفسك وتطور من شكلك ومن جمالك وي وي وي، فيكون عندنا فكرة الانتباه الى النفس. فاذا في نوعين، نوع عايز يصلح علاقته ونوع عايز يصلح نفسه من اللي حصل فيه من علاقة اوجعته. فده بالنسبة لبرج السور جدا كأول جانب. لكن بالنسبة للناس المرتبطين او الناس المتجوزين هيكون عندنا الكثير من البدايات او امور متعلقة بالمواليد او الاولاد. ده زي هيكون في نوع في مواليد، في خطوبة للاولاد، زواج للاولاد، الى اخره، في خبر جيد. النقطة التانية ان هيكون عندك ان انت بتحاول تقرب للحبيب اكتر بانك انت تقف معاه وتدعمه في مشكلة هيكون بيمر بيها، خاصة بعض الابراج، وده اللي هوضحه لكم دلوقتي في علاقتك مع كل برج. لكن برج السور للناس اللي مش مرتبطين، انتوا هتكونوا كتير عندكم اهتمام بالنفس، كتير قد ايه حابين مظهركم وشياكتكم واناقتكم، خاصة اول 10 ايام. اول 10 ايام بالنسبة لكم كتير، انتوا هتكونوا مهتمين بوضعكم الاجتماعي وشكلكم ومظهركم، وكمان هيكون عندكم اهتمام بصحتكم جدا، هتبقوا كتير مهتمين بصحتكم الجسدية وصحتكم الظاهرية، مهتمين كتير بشكلكم ومظهركم لأجل الدعم النفسي، كمان مهتمين ببشرتكم بشعركم، يعني مهتمين بشكلكم عامة، لأن كوكب الزهرة موجود ببرج الميزان، وده المنزل السادس وده الحاكم لبرجك، فده هيخليك إن أنت تبقى مهتم أكتر بمظهرك وبشكلك وبصحتك لأجل دعم النفسية، فلأجل إنك تكون شخص منطلق أكتر. فده هيعمل لك طاقة جذب حلوة جدا. طيب لما نيجي نتكلم على علاقتك مع كل برج يا برج السور، نقول مثلا برج الحمل والسور. الحمل والسور هيكون بالنسبة لك ان العلاقة فيها كتير من محاولات تصحيح العلاقة او تصليح العلاقة، هيكون عندنا كتير اي نعم جاذبية لبعض جدا جدا، هيكون في عندنا مشاعر، بس هيبقى في ان انتوا عايزين تصلحوا العلاقة اكتر، عايزين يحصل في تودد، في تقارب، هيبقى بالنسبة لكم ان انتوا عايزين تحافظوا على بعض اكتر، عايزين تبعدوا عن المشاكل وتبعدوا عن الخلافات، عايزين تبعدوا عن اي حاجة ليها علاقة بتعكير مزاج العلاقة دي. تمام. اما السور والسور هيبقى عندنا كتير مساعي للبدايات صراحة الامر، يعني منكم انتوا الاتنين بتحاولوا ان انتوا تقربوا لبعض اكتر، تحاولوا ان انتوا تنشئوا علاقة كتير افضل، تحاولوا ان انتوا تعملوا امور جيدة او جديدة ما بينكم انتوا الاتنين، بتحاولوا تجددوا علاقتكم حلوة بشكل حلو. فده بالنسبة ليكم كتير موجود، ممكن يكون في نسبة مواليد حلوة. اما بالنسبة لي الجوزاء والسور، للناس المنفصلين هيكون في كتير تصالح ونسبة رجوع حلوة قوي، حلوة قوي. بس بالنسبة للناس المرتبطين خلي بالكم كتير من الطرف الثالث. الطرف الثالث هنا يعني في شخص يتدخل ما بينكم، او ان موضوع يتدخل شائك، يعني في موضوع ما بينكم شائك يتدخل، يعني ممكن يكون في حد بيمر بظرف معين، فيبقى الظرف ده يأثر عليه بان هو ممكن ينهي علاقته او ان هو يعمل خلافات، عارف فكرة ان ممكن الظرف الوضع المهني يحصل فيه ضغوط او مشكلة، فبالتالي تدب في الحبيب. خلي بالكم كتير من النقطة دي، لإمتى؟ أول 10 أيام بالأخص. أما بالنسبة لبرج السور والسرطان، هل لازم نكون حذرين من إن أنت ممكن تقرر الانفصال بشكل سريع، ده لو أنتوا في مشاكل ما بينكم. السرطان هيبقى كتير عايز إن هو يحافظ على الاستقرار، والسور عايز يحافظ على الاستقرار النفسي مش الاستقرار في العلاقة، يعني كل حد منهم عايز يبقى أنا، عايز يبقى شخصه،
عايز يبقى ما يجيش على نفسه بزيادة، مش عايزين تقدموا تنازل في عند يعني، بس فكرة ان انا عايز اعمل استقرار لنفسي، ارضي نفسي، احب نفسي، فدي هتبقى مشكلة، ودي ممكن تؤدي الى الانفصال السريع. خلي بالكم كتير، وخلي بالكم كتير من القرارات السريعة. تمام. طيب، والمشاكل المالية اللي ممكن تكون في العلاقة دي اذا وجدت. اما بالنسبة اذا لبرج الاسد وبرج السور، الاسد والسور خلي بالكم كتير من علاقات الطرف الثالث، خلي بالكم كتير من الضغوط والمشاكل، تدخلات من اخرين، يعني في اشخاص ممكن يتدخلوا في شؤونكم العاطفية لاجل ان هم يبقوا عايزين يصلحوها كشكل ظاهري، ولكن هم بيلعبوا من الكواليس وبيكونوا عايزين ان هم يخربوا في العلاقة. خلي بالكم كويس قوي، حتى كمان برج الاسد هو اللي عليه ان هو يكون حذر اكتر. تمام. لان الاسد هيبقى عنده عصبية شديدة جدا، والسور عنيد. اما بالنسبة لبرج السور، السور والعذراء، السور والعذراء انتوا الاثنين هتكون علاقة لازم تخلي بالكم فيها كتير من فكرة التعقيد او العند، ان احنا نعند في قرار، نعند في تصرف، نعند في بعض الامور، لازم نكون حذرين، حذرين نوعا ما، لازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا جدا من ان احنا ما نبقاش يعني عناديين قدام بعض، ما نبقاش بنتخذ القرارات السلبية قدام بعض، لا، علينا ان احنا نكون هاديين اكتر، علينا ان احنا نكون يعني نفوت، نعدي، ما نسمعش لحد، ما نقلبش القديم، يعني فكروا كويس قوي ببكرة، ما تفكروش في امبارح، سيبوا مشاكل امبارح لحالها. تمام. اما بالنسبه لي الميزان وبرج السور، هيكون عندك كتير من الجاذبيه، او كتير من الامور اللي ليها علاقه بجاذبيه الدماغ، يعني منجذبين لدماغ بعض، لفكره بعض، داعمين بشكل كتير قوي. الميزان هيبقى داعم جدا للفكره، او داعم لقرارات برج السور، بيعطي لبرج السور بعض القرارات، بعض الافكار، فاذا هيكون في حاله من الدعم الحلوه جدا اللي السور هيبقى منبهر بيها قوي بشخصية الميزان، هيبقى حابب كتير الميزان، هيبقى كتير فرحان وفخور بالميزان جدا. زائد كمان ان هيكون في نسبة مواليد حلوة جدا في العلاقة دي، في حاجة متعلقة بالاولاد تدعم العلاقة دي. اما بقى بالنسبة لبرج العقرب والسور، العقرب والسور هنخلي بالنا كويس قوي، خاصة اول 3 اسابيع، لان ممكن يحصل فيه مشاكل نتيجة الغيرة، نتيجة شكوك، نتيجة ظنون مش حلوة، سوء ظن، فلازم نكون واخدين بالنا كويس جدا من المشاكل ومن الجدل ومن الخلافات، لازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا من الاطراف الاخرى اللي ممكن تتدخل في شؤوننا العاطفية بامور ضاغطة او سلبية يعني، فلازم نكون على حذر قوي. تمام. اما بقى بالنسبة لبرج السور وبرج القوس، السور والقوس اقدر اقول ان احنا لازم نخلي بالنا شويه من العصبيه، لان هيبقى في عصبيه كتير وجدليه في التعامل، وده ممكن يخسرنا العلاقه بجد، يعني بجد ممكن نخسر العلاقه دي، فلازم نكون حذرين جدا جدا من العصبيه، ومن ان احنا ندخل في نقاشات حاده، وان احنا نقعد نعاتب بعض، لان كمان القوس هيبقى عصبي بزياده، خاصه مرأة السور ورجل القوس يكونوا حذرين قوي قوي، لان ممكن يبقى في امر يهدد بالانفصال. اما بالنسبه للجدي والسور، الجدي والسور اقدر اقول ان في نسبه مواليد حلوه جدا، في بدايات لذيذه كتير، اخبار تخص اولادنا، في ترابط عائلي عاطفي، هيكون عندنا اجواء ليها علاقه بالمشاعر اكتر، اظهار مشاعر اكتر، يبقى في دعم حلو جدا، السور هيدعم الجدي والجدي يدعم السور، فالاجواء هتبقى لطيفه بقدر كتير قوي. اما بالنسبه للدلو والسور، هيبقى عندنا عارف فكرة الحب والمشاعر، بس ده خلال أول 3 أسابيع، الأسبوع الأخير محتاجين كتير إن السور هو اللي يدعم الدلو، لأن الدلو هيبقى معاكس وهيبقى عصبي وجدلي جدا مع أي حد، يعني هيبقى مع أي حد، فالسور هيبقى رؤوف كتير خلال الأسبوع الرابع ليه مع الدلو، فلازم يكون واخدين بالنا كويس جدا من النقطة دي، لكن غير كده أول 3 أسابيع في حالة من الحب، حالة من المشاعر الجيدة، ترابط أفضل. اما بالنسبه للسور وبرج الحوت، السور والحوت لازم نخلي بالنا ان احنا ما ندخلش نفسنا في مشاكل الاخرين، وما ندخلش الاخرين في مشاكلنا، صدقوني مشاكلكم كلها تتحل لو هي ما خرجتش بره، لو هي ما بينكم انتوا الاتنين فقط، غير كده هيكون عندنا جدل صعب وندخل في مشاكل صعبه، فما تطوروش المواضيع، الموضوع المشكله لو اتطورت هيبقى فيها مشكله عنيفه، اذا احنا قدرنا ان احنا نحل الدنيا ما بيننا احنا الاثنين، هيبقى صدقوني في كتير من الحلول المقدمه،
ده بالنسبة للسور والحوض، وده بالنسبة لعلاقة برج السور في الشأن العاطفي بشهر أكتوبر لعام 2022. بتمنى كتير إني أكون فدتكم، بتمنى لكم حسن الحظ في الشأن العاطفي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.